السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في قناتكم التعليمية بالدنيا الإلكترونيك. اليوم إن شاء الله معنا التلفزيون ده تلفزيون صيني، في مشكلة خط في المنتصف زي ما واضح أمام حضراتكم، لكن خط فيه عرض بسيط، فالمفروض ده يبقى سي فيرتيكال تالف أو شيء، لكن أنا ما أظنش إنه سي فيرتيكال. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي البوردة ونشوف المشكلة، تابعوا معانا. ده هنا شكل بوردة الجهاز، ولو رحنا هنا كده ادي اي سي الفيرتيكال. اي سي الفيرتيكال شكله سليم، مفيش شيء، لكن في سخونة عالية، في سخونة عالية هنا، وفي عندي هنا مكثفات زي ما واضح كده. المكثف اللي عندي ده تالف، مكثف 100 فولت تقريبا. هنا ده مبدئيا شكل العطل عندنا. هنروح كده نشوف مشكلة الاي سي الفيرتيكال ده. هنا قبل ما اغير الاي سي هنعمل حاجة كده سريعة باصبعي كده، وهبدأ اتحسس على الاي سي الفيرتيكال كده، اشوف الصورة تفرد معايا ولا لا، زي كده اهو على الاطراف الاربعة دول. واشوف هنا التلفزيون في الاي سي بيفرد معايا فرد خفيف زي ما واضح امام حضراتكم كده. اول ما بقى احط صباعي هنا كده، فمبدئيا هنا هروح هستبدل المكثفات اللي تخص اي سي الفيرتيكال والمكثف التالف اللي معانا ده، ونشوف الجهاز هيفرد معايا صوره او ما يفردش. لو ما فردش كده هنضطر ان احنا نستبدل الاي سي، لكن هنغير مكثفات مبدئيا الاول. تابعوا معانا. مبدئيا عندي المكثف ده خص اي سي الفيرتيكال والمكثف اللي من جنبه ده، وهنستبدل المكثف ده. هنخلع التلات مكثفات دول اللي هما بجانب اي سي الفيرتيكال عامة ده وده اولا، وبعد كده هنغير المكثف ده كده لانه تالف زي ما واضح كده. خمسة وتلاتين فولت على 400. نفحص المكثف، الوضع المكثف كده شوف. ده هنا اول مكثف، مش عاطينا اي قراءة خالص نهائي. ده المكثف الاولاني. المكثف التاني ده المفروض مكثف خاص بخط 110، برضه هنستبدله لانه تالف برضه. مكثف 160 فولت على 47 مايكرو فارات، وده منتفخ وظهر عليه انتفاخ اهو. نستبدل الثلاث مكثفات دول ونشوف النتيجة ايه مع حضراتكم. في المكثف الرابع ده المفروض اللي هيتغير برضه معانا. المكثف ده 35 على 100 مايكرو فارات، 35 على 100 مايكرو. ولو فحصناه ده خاص بفرد الصورة، يعني ممكن نعمل لك خطوط من اعلى، عامل لك مشاكل في الصورة. ان المكثف ده مش شغال برضو زي ما واضح كده اهو حضراتكم، مفيش اي عدد. ادي المكثفات اللي احنا هنركبها، ده 35 على 1000، وده 160 على 47 مايكرو فارات، وادي ده 50 مايكرو على 50 فولت على 100 مايكرو. انا ركبت الاربعة وسبعة من عشرة ده تاني لان ده مش هيعمل مشكلة معانا، لان المشكلة اكتر المكثفات اللي معانا دي. هنستبدل تلات مكثفات ونرجع لحضراتكم. عندنا ال 470 انا استبدلته بواحد 1000، 35 على 470 استبدله بالالف ده، 35 على 1000. نركب المكثفات ونرجع لحضراتكم تاني. انا استبدلت المكثفات التلاتة اهو، شوف
في نتيجة ولا لأ. وزي ما واضح كده المشكلة هي هي نفس المشكلة هي هي. فأنا الاي سي عندي فيه سخونة عالية برضو، هحاول استبدل الاي سي، ده اخر حل معايا، واحتمال كبير هيبقى كده في الاي سي. لكن المكثفات اللي احنا استبدلناها دي زي ما شفتوا كانت كلها تلفة، هنروح نستبدل الاي سي. تابعوا معانا. فخد بالك التلفزيونات الصيني معظمها بتبقى اعطال مكثفات، فعادة يعني تبقى معظم المكثفات اللي فيها بتبقى تالفة بالشكل اللي انت شايفه ده كده، حتى بيبقى شكل مكثف سليم وتالف زي ما شفتوا كده حضراتكم. والاي سي فيه سخونة عالية، فانا لما المكثف ساعات بيبقى تالف بيتسبب في سخونة الاي سي برضه، فلازم كنا نستبدل المكثفات دي عشان اتأكد. ده اي سي الفيرتيكال، رقمه UTC 78040، UTC 78040. نستبدله باي اي سي فيرتيكال 78040، لازم الثلاث حروف الاولانيين دول. ده الاي سي اللي انا هركبه اللي ايه 78040، رقم مختلف في الثلاث حروف الاولانيين دول مختلفين، لكن عادي هو 78040 كل واحد. ومعظم اي سي اللي هو الفيرتيكال ده يعني بيشتغلوا مكان بعضهم في الصين، يعني حتى لو ما كانش نفس الرقم هتلاقيه شغال برضه. هنروح كده نثبت طرف الاي سي الجديد. كده احنا ثبتنا الاي سي، هنشوف كده نشغل ونشوف في نتيجة معانا في صورة ولا لسه برضو المشكلة هي هي. نص الباور، بسم الله الرحمن الرحيم. التلفزيون فرد معايا واشتغل، مع ان المفروض الاختبار اللي احنا عملناه للاي سي ده كان يوضح ان الاي سي شغال، لكن الاي سي ما كانش شغال، كان فيه سخونة عالية كده. الاي سي ده كان تلف عندنا اللي احنا خلعناه ده، والاي سي التاني ركب. شوف السخونة ظروفها ايه، كده مفيش سخونة، الاي سي شغال طبيعي، معلش سخونة نهائي. التلفزيون اشتغل تمام. نحاول نشوف الصورة الزرقاء دي، نشوف في خطوط رفيعة او شيء في الصورة. انا قناة التي في
من الواضح كده ان الصورة عندي كويسة ما فيهاش مشكلة، وزي ما شفتوا كده دي كانت مشكلة في التلفزيون اللي معاه ده، مشكلة خط النص ومجموعة المكثفات والاي سي، واتحلت المشكلة الحمد لله وان شاء الله باذن الله. لهنا كنت الفيديو مع حضراتكم النهارده، انتظرونا في فيديو قادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.